بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي هذه الآيات المباركات يأمر الله جل وعلا نبيه أن يعلن للناس، فيقول للناس: قل هذه سبيلي، يقول للناس: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، أي طريقتي التي أسير عليها والتي بعثني الله جل وعلا بها، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، هذا فيه الإخلاص في الدعوة، لأن من الدعاة من يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه بالرياء والسمعة ويقول للناس: اعرفوني. فهذا لا يدعو إلى الله، إنما يدعو إلى نفسه. ففي هذا وجوب الإخلاص لله في الدعوة، لأنها عبادة وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلنتفطن لهذا، ألا تكون دعوتنا لأنفسنا، وإنما تكون دعوتنا لله عز وجل: أدعو إلى الله. فهذا فيه الإخلاص. على بصيرة فيه أن الدعوة لا تكون إلا عن علم، يشترط الذي يدعو إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه، عالما بأمور دينه عموما وأمور الدعوة خصوصا.
فالذي يدعو إلى الله يعرض نفسه للمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه للمسؤولية أمام الناس، لأن الناس سيقفون له ويسألونه، سيسألونه عن أمور دينهم وعن الحلال والحرام، عن التوحيد أولا وعن العقيدة سيسألونه، فلا بد أن يكون عنده حصيلة من العلم النافع الذي يواجه به الناس ويغذي منه دعوته. فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية، وإن كان عنده نية وعنده محبة للدعوة وعنده رغبة، لا بد أن يكون عنده علم يتكلم به يبينه للناس يجيب عن أسئلتهم إذا سألوه، لا بد أن يكون على استعداد قبل أن يقف أمام الناس، يكون على استعداد للعلم، العلم النافع، العلم الصحيح من الكتاب والسنة، لا بد من هذا، على بصيرة أي على علم، بصيرة هي العلم. ثم قال أنا ومن اتبعني، أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني ممن يدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن يكون الداعية يدعو على بصيرة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. هذا أول الشروط الداعية إلى الله، العلم. ثانياً الإخلاص الدعوة، يعني يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله مخلصاً له في ذلك، يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا بأس إذا أجرى له ولي الأمر، إذا أجرى له إعانة من المال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، كما يجرى للأئمة والمؤذنين والمعلمين، فلا بأس بذلك، يستعين به على دعوته. ولا يكون قصده هذا المال، وإنما هذا المال يأخذه ليستعين به على الدعوة إلى الله جل وعلا، تكون هذه نيته. ولا تكون نيته الطمع الدنيوي، فإن هذا يفسد عمله ويحبطه ويجعل الناس لا يثقون به ولا يقتنعون بدعوته. دعوة إلى الله تحتاج إلى استعداد علمي واستعداد بدني واستعداد في إخلاصه لله عز وجل. الدعوة إلى الله أفضل الأعمال،
بعد التوحيد، بعد إفراد الله بالعبادة، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، أو هي أفضل الأعمال، لأنه يبصر الناس بدينهم ويوضح ما أشكل عليهم ويدلهم إلى العقيدة الصحيحة التي يبني عليها دينه، لأن الدين ينبني على العقيدة الصالحة والخالصة لله عز وجل. وفي الآية أن الدعاة يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، ويتمشون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد بين الله سبحانه وتعالى أحوال المدعوين وكيف يتعامل معهم الداعية في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالداعية إلى الله إذا تمثل هذه الآية الكريمة وتنزل مع المدعوين بحسب أحوالهم، أولا بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فيضع كلامه في موضعه في خطابه مع الناس. العامي له أسلوب، خاطبه بلغة العوام ليفهم، والعالم له أسلوب بلغة العلماء، خاطبه بلغة العلماء وينزل الناس منازلهم، فلا يخاطب العامي بخطاب العالم، ولا يخاطب العالم بخطاب العامي. هذا مما يشترط الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة، هذا مع الإنسان الذي لا يعرف شيئا ترفق به، يترفق به ويفهمه ما يقول ويصبر، إن هذا فيه تعب يصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. بالحكمة، الموعظة الحسنة لمن تبين له الحق ودعي إلى الحق ولكنه تباطأ القبول، تباطأ ما بادر بعد البيان
ألا يحتاج إلى موعظة، ويقول اتق الله. أنت الآن عرفت ما أنت عليه من الخطأ ومن الجهل، عرفت، فبادر إلى الامتثال واسمع ما يقول لك أهل العلم، ولا تتباطى بعد البيان، ما لك عذر، جادلهم بالتي هي أحسن. أما الذي لم يبادر لا لكسل وإنما لتردد، لتردد في قبول الدعوة أو تركها، هذا يحتاج إلى موعظة، والموعظة هي التذكير بعقاب الله وعذابه لمن تباطأ في امتثال الحق بعدما تبين له، تحتاج إلى موعظة. للحكمة والموعظة والجدال، بعضهم يصير عنده جدال وشبهات، يصير عنده شبهات، يصير عنده أقوال نفسية ويحتاج إلى جدال، يحتاج إلى جدال ليزول ما عنده من تباطؤ وما عنده من شبهات وما عنده من كسل. ثم قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قد يتعرض الداعية إلى الله إلى أذى، إلى ضرب، إلى قتل أحيانا، تعرض منهم المدعوين المعاندين إلى أذى نفسي أو أذى بدني، فيصبر، يصبر على ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه. فالداعية إلى الله يحتاج إلى هذه المعرفة في سيره في دعوته. وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، ما يجادل بعنف وقسوة، وإنما بالتي هي أحسن حتى يتقبل الحق ويعرف أنه مخطي فيتوب إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت ما عليك إلا البلاغ، وأما علم الخلق فهو عند الله، وهو الذي يحاسبك ويحاسبهم ويحاسب الناس سبحانه وتعالى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن الداعية إلى الله يتعرض لمخاطر،
عليه. ومنها من المخاطر أنه يحصل عليه أذى في جسمه أو في نفسه، قد يضرب، قد يهان ويتكلم في حقه، كم حصل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أذى قومهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل عليه من أذى قومه في مكة حتى وضعوا السلى، سلى الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام من شدة العداوة والأذى له. وحتى هدده أبو جهل، هدده أبو جهل لئن رآه يصلي ليرسلن صخرة على رأسه، وجاء بالصخرة، جاء بها، فلما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسلها على رأسه فاعترضته الزبانية، وهي ملائكة كرام أقوياء، اعترضته ومنعته من أن يضرب الرسول بالصخرة وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فليدعو نادية، وهدد أنه سيدعو مجلس قريش، كانوا جالسين في دار الندوة قريبة من الكعبة ينظرون فعل أبي جهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظرون ويستعدون لنجدة أبي جهل لو دعاهم. قال الله جل وعلا فليدعو نادية، سندعو الزبانية، وهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سندعو الزبانية. ثم قال لنبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه، لا تطع أبا جهل، واسجد واقترب، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقترب إلى الله بسجودك والله يحميك ويدفع عنك، فلا تخف أبدا. مضى الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته ولم يلتفت لتهديد أبي جهل، لأنه واثق بوعد الله له والله معه سبحانه وتعالى، معه بالنصر والتأييد والحماية. وأما أبو جهل فليس معه إلا إبليس الخائن الكذاب الذي إذا رأى الملائكة ولا مدبر، إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، في بدر يقول كذا، يرى ما لا يراه المشركون. ماذا يرى؟ يرى الملائكة، وهو ما يواجه الملائكة أبدا. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب، يقول كذا. وهذا حق، اعترف بقدرة الله واعترف بالملائكة الكرام، اعترف بعجزه. وهكذا تبين الحق، إذا تواجه مع الباطل يتبين الحق وينتصر الحق ويندحض الباطل. فعلى الداعية إلى الله
قوة العزيمة والمضي في الدعوة، وإن حصل عليه أذى فليصبر ما دام أنه في حدود تحمل، يصبر على ذلك، والعاقبة للمتقين. فعلى الدعاة إلى الله، وأنتم والحمد لله تدعون إلى الله في هذه التوعية في الحج، دعاة إلى الله تعلمون الناس، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ربانيين. والرباني هو العالم العامل، الرباني هو العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة وبما كنتم تدرسون، هذا الإخلاص لله عز وجل بتعلم العلم، بتعليم العلم، بالدعوة إلى الله عز وجل. لا يخشى في الله لومة لائم، وإن تولوا فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الدعوة إلى الله في الحج وفي غيره، ودائما وأبدا، حتى تحوزوا على هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ هذه الكلمات الطيبات المباركات. في الحقيقة كثير من الأخوة الكرام أرسلوا أوراق يبلغون الشيخ أنهم يحبونه في الله، وتكررت كثير من الأسئلة حول المبيت في منى، كثير من الحجاج والحملات ليس لهم مواقع في منى، فيسألون هل يأثمون إذا لم يبيتوا في منى في أيام التشريق أو في غيره؟ المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، يبيت فيها ولو يجلس جلوس على الأقل إلى منتصف الليل، إذا جاء من أول الليل يصبر إلى أن ينتصف الليل، وإذا جاء بعد منتصف الليل يبقى إلى صلاة الفجر، وهو واجب من واجبات الحج المبيت في منى ليالي أيام التشريق. نعم حفظك الله. هم يقولون ليس لنا مكان في منى. فيها مكان للجلوس، ما فيها مكان للقيام، أما الجلوس فيها مكان. نعم أيضا كثير من الأسئلة تكررت عن الإنابة في الحج، عن الأموات وعن القادرين، يسألون عن الإنابة هل يجوز؟ عن الأموات نعم، عن الأموات نعم تجوز النيابة الحج عنهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة حج عن أبيك واعتمر، الميت يناب عنه في الحج والعمر، وكذلك الحي العاجز في بدنه الذي لا يقدر على الحج عجزا بدنيا
مستمرا، هذا ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك واعتمري. فالعاجز عجزا مستمرا، هذا يوكل من يحج عنه في الفريضة وفي النافلة، يوكل من يحج عنه ويدفع له مؤونة الحج، مؤونة التي هي المال الذي يستطيع بها أن يحج، يدفعه لمن ينوب عنه لينفقه في حجه عن المنوب عنه. نعم. شكر الله لك. أيضا تكررت أسئلة كثيرة جدا عن تكرار العمرة في الحج، يقول: إذا انهيت حجي هل يجوز لي أن آخذ عمرة عن أبي وأمي المتوفين ونحوهم؟ يجوز، لكن كونك تأتي بالعمرة من بلدك للميت أو للحي العاجز هذا أفضل، وإذا أديت العمرة بعد الحج نيابة عمن تريد من أقاربك فلا بأس بذلك. نعم. هل هناك مدة بين محددة لعمل العمرة بعد الحج؟ لا مدة محددة، لا مدة محددة للعمرة بعد الحج، من حين ما يخلص من الحج يأتي بالعمرة، لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها بعد الحج، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أرسلها إلى التنعيم، أقرب الحل، أقرب حدود الحرام، أرسلها معه وأحرمت من التنعيم وأدت عمرتها. نعم. أيضا تكررت أسئلة عن أجر الصلاة في المساجد العزيزية وغيرها، هل يلحق الأجر أجر من يصلي في الحرم المكي؟ كل ما هو داخل الأميال فهو الحرم، والصلاة فيه عن 100,000 صلاة، كل ما هو داخل الأميال فهو من الحرم، والصلاة فيه عن 100,000 صلاة، ولكن الصلاة في مسجد الكعبة أحسن، لأنه يشاهد الكعبة ويأتم بها، يجعلها أمامه، هذا أفضل، مسجد الكعبة. ولكن بقية الحرم كلها في الفضل سواء، الحمد لله، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم. أيضا تكررت أسئلة كثيرة حفظكم الله عمن يتجاوز الميقات بدون إحرام خوفا من التفتيش، فنرجو منكم كلمة توجيهية له. لا يعمل هذا، لا يعمل هذا، ما دام أنه ممنوع يمتنع، يأخذ تصريح، يأخذ تصريح، ولا لا يحج ولا يعرض نفسه لهذه الأمور، أمر الله واسع والحمد لله. نعم. حفظكم الله، يقول: الحجاج الذين يركبون الحافلات ويمرون على مزدلفة مرورا دون مبيت أو حتى توقف، هل يجب عليهم دم في ذلك؟ إذا كانوا يقدرون على المبيت، النزول من السيارات والمبيت، ولو اقتضى الأمر أنهم يمشون على أقدامهم، إن المسافة قريبة، فيجب عليهم ذلك. أما إذا كانوا ما يقدرون، إذا راحت عنهم السيارة عليهم خطر من العطش، عليهم خطر من الضياع، فإنه يسقط عنهم المبيت في هذه الحالة.
نعم. شكر الله لكم. ما هي الأشياء التي يجب على المرأة أن تجتنبها في الحج؟ مثل الرجل، تجتنب ما يجتنبه الرجل من الطيب ومن المحظورات الإحرام، وعليها ألا تلبس ثياب الزينة، تلبس ثياب ليس فيها زينة، وعليها أن تستر نفسها بالستر الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. حفظكم الله. يقول: هل يجوز أخذ مال بدل حج البدل لأجل تسديد الديون؟ إذا كان يستطيع الوفاء، إذا كان يستطيع الوفاء فلا بأس، يستدين ليحج. أما إذا كان ما يستطيع الوفاء فلا لا لا يأخذ. هو يقول إنه أخذ مال لأحد لأخذ المال على يدين، يقول فبأخذ مال أسدد الدين. لا، بهذه النية لا، بهذه النية لا، الدين يسر الله تسديده بغير هالحيلة هذه وغير هالعمل. نعم. حفظكم الله. يقول: نحن حجاج من إقليم كردستان العراق، يوم التروية نذهب مباشرة إلى عرفة بدون أن نذهب إلى منى، فهل هذا يجوز يا سماحة الشيخ؟ أي نعم، يجوز، يجوز قبل يوم عرفة أنهم يذهبون إلى عرفة، لأن هذا أسهل عليهم من النزول في منى يوم التروية. النزول في منى يوم التروية سنة مستحب ليس واجبا، فإذا كان أرفق بهم أنهم يذهبون إلى عرفة على طول فلا بأس. نعم. حفظكم الله. هل الحاج المتمتع الذي لا يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وبشره؟ لا، إنما هذا للذي يريد أن يضحي، وأما الذي يضحى عنه هذا ما في مانع يأخذ من شعره ومن أظفاره. نعم. وهذا يسأل يقول: يا شيخنا، كيف يكون تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيق التوحيد، وهو منزلة فوق التوحيد. هناك موحد وهناك محقق للتوحيد، المحقق أعلى مرتبة، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. أما الموحد فقد يتعرض لحساب ويتعرض لعذاب، لكنه مآله إلى الجنة. نعم. شكر الله لكم. هذا سؤال يقول: طواف الوداع يجب أن يكون آخر عمل الحاج في مكة، ولكن نحن وفود وقد لا يتيسر لنا المغادرة بعد الطواف مباشرة، بمعنى نكون بمكة صباحا والطواف مساء، يعني يجلسون إلى آخر النهار، فما توجيه سماحتك؟ يقول: طواف الوداع يجب أن يكون آخر عمل الحاج في مكة، ولكن نحن وفود وقد لا يتيسر لنا المغادرة بعد الطواف مباشرة، يعني يكون الطواف الصباح وهم يمشون في آخر الليل. المهم لا تبيتوا في مكة، إذا طفتم للوداع تخرجون من مكة تتهيئون للسفر، تصيرون خارج حدود الحرم. نعم. حفظكم الله. وهل ثبت، يقول: وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في عام حجة الوداع أم أنه اكتفى بالهدي فقط؟ ما أعرف أنه ضحى في الحج، إنما الهدي يكفي عن الأضحية، الهدي يكفي عن الأضحية. نعم. شكر الله لكم. يقول: هل إذا اعتمرت عمرة على شخص عن شخص متوفي في أشهر الحج، متوفى في أشهر الحج،
ثم سأحج إن شاء الله عن شخص آخر، فهل يعتبر تمتعا وهل علي هدي علما أنني مقيم في مكة؟ نعم، يجوز للمتمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص، لا بأس بذلك. نعم. هذه سائلة تقول بارك الله فيكم شيخنا، أنا امرأة من تونس، من الله علي بلبس النقاب ولكن عندي ضيق في التنفس وأريد نزع النقاب، فهل علي إثم؟ تضع شيء شفاف لخروج النفس على قدر الفم فقط، تضع شيء شفاف يخرج منه النفس. نعم. حفظك الله، هل يجوز للمرأة التي تزوجت قريبا بأن تأخذ دواء منع الحمل لكي تؤدي الحج؟ هل تأخذ حبوب منع الحمل؟ هل يجوز للمرأة التي تزوجت قريبا بأن تأخذ دواء منع الحمل لكي تؤدي الحج قبل أن تلد؟ هي حامل؟ لا، بفهم السؤال ليست حامل، لكن عشان ما تحمل وتحج ما يتعب الحمل. لا بأس بذلك، لا بأس، لكن لاحظوا منع الحمل ما يجوز للمرأة أن تمنعه إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. نعم. حفظكم الله، يقول قطعت الطواف، طفت طوافا متطوعا وقطعته، فهل علي إثم؟ لا إثم عليك، لا إثم عليك، وما يجب عليك أنك تكمله، يجوز أن تقطعه. نعم. ويسأل عن حكم الطهارة في الطواف والسعي حفظكم الله. الطواف لا بد من الطهارة، لأن في الحديث طواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا من كلام ابن عباس، ولكن له حكم الرفع، لأن مثل هالكلام لا يقال من جهة الاجتهاد، ما يقال إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن ابن عباس سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل بمعنى المرفوع. نعم. حفظكم الله، يقول أهل السودان متى جاءوا من قبل البحر، فمن المعلوم أنهم ينزلون في جدة، فهل ميقاتهم جدة أم قبل ذلك، وبعضهم يتجاوزها ويحرمون من جدة، فنرجو منكم التفصيل في هذه المسألة رعاكم الله. قال العلماء أن يمشي من سواكن إلى جدة هذا ليس عليه إحرام، لأنه لا يمر بميقات، وأما الذي يمشي من غير سواكن، يمشي من جوانب السودان من هنا وهنا، عليهم الإحرام لأنهم ليسوا محاذين لجدة. نعم. السلام عليكم، نحبكم في الله فضيلة الشيخ، ويقول السؤال: المرأة الحائض إذا خشيت ذهاب الرفقة هل يجوز لها أن تطوف الإفاضة وهي حائض أم ماذا تفعل؟ هذه مسألة واردة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خشيت أنها ما ترجع، ما أحد يجيبها مرة ثانية، خشيت أنها ما ترجع، والذين معه سيسافرون، وهي ما تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع الرجوع إذا ذهب. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لها أن تطوف، لها أن تطوف في هذه الحالة. نعم. حفظكم الله، يقول هل على المقيم في مكة طواف الوداع وهو أجنبي، علما أنه يقول هل على المقيم في مكة للعمل طواف الوداع علما أنه أغلب الوقت في مكة؟ إذا كان ما يخرج عن مكة فليس عليه وداع، عمله في مكة ما عليه وداع، حكمها المكة. أما إذا كان سيخرج خارج حدود الحرم فعليه الوداع. نعم. حفظكم الله، يقول ما حكم ربط الإحرام بالدبوس؟ لا حاجة إلى ذلك يا أخي،
بعض الناس يخليه مثل المخيط، يشبكه كله خليه مثل المخيط، هذا لا يجوز. الإزار ثبته على أسفل البدن بالحزام، وأما الرداء فأنت في سعة أن تلبسه ولا تلبسه تضعه أبس. نعم. حفظكم الله، وما حكم لبس الكمامة الصحية؟ إيش الكمامة اللي يحطونها على وجههم الكمامة؟ سواء الطب أو الناس عن التلوث الغبار في كمامة يحطونها لتصل وجه. إذا كانت ما تغطي شيء من الرأس، تغطي شيء من الرأس وإنما هي على الوجه فلا بأس، إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله يمنع من الكمامة، لأن في الحديث في رواية في الحديث لا يغطي رأسه ولا وجهه وهو محرم. نعم. شكر الله لكم. يقول ما حكم لبس الكندرة التي لا تصل إلى الكعبين؟ إذا لم يجد غيرها، إذا لم يجد غيرها ما يجد نعلين فيلبس الكندرة. نعم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين لمن لا يجد النعلين. نعم. حفظكم الله، بعضهم يتساهل ويلبس التنورة، هذه يسمونها التنورة، يسألون عن رأيكم في هذه المسألة حفظكم الله. وش التنورة؟ الإحرام على شكل تنورة النسائية. لا ما يجوز هذا. نعم، الإحرام اللي يخاط ويلبسه يصير له فتحة من الأمام ما يجوز هذا، وإن أفتى به من أفتى هذا خطأ. نعم. يقول السائل شيخنا أنا حاج متمتع وعلي ذبح هدي التمتع، لكن لقلة المال أريد الصيام بدلا عن الهدي، مع العلم أن المال الذي معي يكفي لشراء هدي، ولكن أريد شراء هدايا به لأهلي. لا يا أخي، لا، الواجب مقدم على الحوائج، إذا صار معك مال عليك الفدية تفدي بها، ولا يبلازم الحوائج اللي تأخذها معه يبلازم. نعم. إن عندنا أسئلة لكن احتسنا بيشل. هنا يقول السؤال هل الخصام مع الزوجة والأخوات يؤثر على قبول وصحة الحج، مع العلم كلما حاولت فض الخصام أكون مجبرا عليه؟ يعني ينقص الثواب، ينقص الأجر، ينقص الأجر، اترك الخصام. نعم. رفع الله قدركم. يقول المبيت في مزدلفة، هل من واجب علينا إذا كان المرشد أي المتعهد الحملة يأمرنا ألا نبيت في مزدلفة؟ إذا لم تستطيع أن تبيت وما تستطيع تمشي، ما تستطيع تنزل وتبيت ثم تروح المنى تمشي، فاركب الحافلة وأنت معذور والحمد لله. أما إذا كنت تستطيع تبيت وتروح تمشي المنى يلزمك هذا. نعم. مجموعة من الأسئلة يسألون عن صيام هذه الأيام بالنسبة للحجاج، هل يجوز وهل يشرع لهم صيامها؟ أي نعم، لا بس. طيب هذا صوموا. نعم. رفع الله قدرك شيخنا، يقول هل من الممكن أخذ راحة عند الطواف مثلا بعد 3 أشواط أخذ راحة وأكمل 4، وهل ثواب صلاة في هذه المسجد مثل صلاة في الحرم؟ كيف؟ يأخذ 3 أشواط ثم يرتاح ثم يكمل 4. لا بس، يأخذ راحته ويكمل. نعم. وهذا يسأل هل يجوز أن أعتمر عن أبي أو أمي وهم متوفين؟ وهم متوفين، متوفى. كل واحد له عمره وكل واحد له حج، ما تجمعهم حج واحد ولا عمره واحد، لا، الحج عن واحد فقط والعمرة عن واحد. حفظكم الله، هذا سائل يقول حكم من حج عن الغير النائب، فالنائب من أهل مكة والمنوب عنه من غير مكة والحج تمتع، فهل عليه هدي أم عمرة فقط؟ العبرة بمن له النسك، إذا كان من له النسك خارج مكة فعليه الهدي، أما إذا كان من أهل مكة
ليس عليها. نعم. حفظكم الله، هذا رجل يقول حج ووضع زوجته عند أهلها، فهل يلزمه أضحية؟ الأضحية ما تلزم يا أخي إلا إذا كانت نذر، نادرها نذر أو وصية تجب، أما إذا كانت تبرع فهي ما تلزم. نعم. حفظكم الله، يقول مجموعة من الأسئلة، هل يجوز قص الأظافر والحلق للحاج المتمتع خلال العشرة الأولى من ذي الحجة؟ هل يجوز قص الأظافر والحلق للحاج المتمتع خلال العشر الأيام هذه؟ ما عنده مضحية. إيه يجوز بين الحج والعمرة يجوز. نعم. وهذا يسأل عن حكم من ينزع بعض شعره سهوا في العشر من ذي الحجة. ما في شيء، إذا نسي ما في شيء، إنما الكلام على المتعمد. نعم. حفظكم الله، يقول كيف أكون طالب علم حقا؟ إذا طلبت العلم. نعم. طيب حفظكم الله، يقول امرأة حجت قبل 20 سنة فتركت جهلا طواف الإفاضة عن لمرض إحدى رفقتها، ثم رجعت بلادها، ولما كبر ابنها أخبرته، فما الجواب؟ هل يكتفى بالطواف عنها اليوم أم ماذا؟ طواف إيش؟ يقول امرأة حجت قبل 20 سنة فتركت جهلا طواف الإفاضة لمرض إحدى رفقتها، ثم رجعت بلادها، ولما كبر ابنها أخبرته، فما الجواب؟ هل يكتفى بالطواف عنها اليوم أم ماذا؟ أي نعم، يأتي بها وتطوف، تطوف طواف الإفاضة، يأتي بها محرمها تطوف طواف الإفاضة عن السنة الماضية، ولو مضى سنين عليه ما يسقط طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج. نعم. أيضا هذا السؤال لعله يقول ما حكم الحج بدون تصريح وجزاكم الله خير؟ لا يجوز هذا، يعرض نفسه للمسؤولية وربما يردونه، فلا يأخذ التصريح، الحمد لله. نعم. يسأل ما حكم التكبير في هذه الأيام عبر مكبرات الصوت في المساجد؟ لا، هذا تكلف، هذا تكلف، كل يكبر في نفسه ألا يحتاج إلى مكبر صوت أو صوت جماعي؟ لا. نعم. يسأل هذا الأخوان عن وعظ الناس يوم عرفة بعد خطبة سماحة المفتي، هل هي من الافتيات على الإمام أو هل هي بدعة أو هل هي ممنوع منها؟ لا بأس بذلك، إنك تذكر من معك من الحجاج قبل خطبة عرفه أو بعدها، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة بالنسبة لمن يريد أن يسافر من مكة بعد صلاة الجمعة؟ لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا شيء لم يرد عن السلف أنهم فعلوه. نعم. حفظك الله، يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله، هل إذا خرج الحاج بعد الحج إلى جدة هل يلزمه طواف الوداع، وإذا رجع هل يستطيع أن يأتي بعمرة؟ بارك الله فيكم وفي علمي. ما يخرج من مكة بعد الحج إلا إذا طاف للوداع، سواء يذهب للجدة أو للطائف أو إلى أي مكان، ما يخرج إلا بطواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل من كان مقيما في مكة للعمل أو لطلب العلم في الجامعة إذا حج متمتعا يكون عليه هدي، أم أنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام جزاكم الله خير؟ ليس من حاضر المسجد الحرام، ما هم من أهل مكة، هذا ما هم من أهل مكة، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن كان عن مكة أقل من مسافة قصر، هذا كله حاضر المسجد الحرام. نعم. رعاكم الله، يقول ما حكم زيارة غار حراء وزيارة عرفة قبل يوم عرفة؟ غار حراء لا يزار، لا تزار الغيران ولا من جهة يعني تقرب إلى الله،
ما تتقرب إلى الله بزيارة غار حراء ولا غار ثور ولا غيره من الغيران، تقرب إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: الصبي الذي لم يبلغ إذا حج هل عليه هدي؟ الصبي إذا لم يبلغ، إذا لم يبلغ، إذا حج وهو صغير لم يبلغ فهذه نافلة، هذه نافلة، فإذا بلغ عليه حج الفريضة. نعم. حفظكم الله. يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال في يومي 11 و12 وجزاكم الله خيرا؟ ما يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون إلى أن تزول الشمس ثم يرمون الجمار، ينتظرون إلى أن تزول الشمس، يدخل وقت الظهر ثم يرمون الجمرة أو الجمار. نعم. حفظكم الله ورعاكم. وردتنا أسئلة كثيرة جدا من طلبة العلم يريدون وصية جامعة من سماحتكم، لأن لكم كلمة مسموعة في العالم الإسلامي بخصوص النزاع الذي يكون أحيانا بين بعض المنتسبين إلى الدعوة. هل لكم؟ اللي يدعون إلى الله كيف يصير بينهم نزاع وهم قدوة للناس؟ يدعون إلى الله لا يكون بينهم نزاع، وإنما يكون بينهم اتفاق واجتماع كلمة تواصي بالحق. نعم. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. رجل مقيم في المملكة وسافر إلى بلده في أواخر شهر رمضان، ووصل في صباح يوم من أيام رمضان ووقع على زوجته. السؤال: هل يدخل في حكم المسافر مع العلم أنه حين وصل كان صائما؟ وكذلك هل له أن يطعم 60 مسكينا؟ إذا جاء إلى محل إقامته يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك بقية اليوم، ولا يجوز له أن يجامع زوجته، لأن السفر انتهى بالوصول، بوصوله إلى محل إقامته انتهى السفر، فلا يجوز له ذلك، فيكون عليه كفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. نعم. حفظكم الله ورعاكم. هل يجوز لمن يسكن خارج حد الحرم الجعرانة مثلا أن يذبح الهدي خارج الحد، وهل عليه طواف وداع؟ الهدي يذبح داخل حدود الحرم، ثم محلها إلى البيت العتيق، ولا يجوز ذبح الهدي خارج حدود الحرم. نعم. لو ذبحها في عرفات ما أجزاء، يعني خارج الحرم. نعم. حفظكم الله. يقول الشيخ: والدتي وكلتني أن أحج عنها هذه السنة، حيث أنها لا تستطيع أن تمشي المسافات الطويلة لإصابتها بمرض التهاب الكبد الوبائي، علما أنها حجت حجة الإسلام، فهل هذا يجوز وهل تكتب لها حجة؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنها عاجزة عجزا مستمرا، يجوز أن تنوب عنها في تطوع حج أو عمرة إذا كنت أنت افترضت لنفسك، يعني أديت الحج لنفسك أولا، تنوب عنه في السنة التي بعدها. نعم. حفظكم الله. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، شخص أمسك عن أظفاره وشعره لأنه يريد أن يضحي، فهل يبقى على هذا حتى يذبح عنه الأضحية في بلده؟ وكيف يفعل عندما يريد أن يحرم في اليوم 8 يوم التروية وهو يريد حف الشارب وتقليم الأظافر؟ عند الإحرام لا يأخذ شيء، لا من شاربه ولا من رأسه عند الإحرام، أما عند التحلل من الإحرام فلا بأس أن يأخذ من رأسه للتحلل، لا بأس. نعم. في الحقيقة يعني كما ترون الأسئلة كثيرة ومتكررة، ويعني غالبها تكلم عنها الشيخ قبل قليل، فإن كان كلمة ختامية لكم قبل إنهاء هذا اللقاء حفظكم الله ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نختم مجلسنا هذا بخير ختام، بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك، ودعاء ختام المجلس. نعم.